اليوم شفتكم منشنيني على فيديو واحد كتير عليه منشنات، دخلت أشوفه شفت إشي جدا تافه، تفاهة يعني لمرحلة مو طبيعية وفضاوة بشكل مو طبيعي. أنا ما حضرت الفيديو كله بس شفت بداية الفيديو. اختصار الفيديو هي إنه في مرة كبيرة شافت جيرانها بلبسوا بنتهم بس زهري، فما عجبها الموضوع وراحت تحكي معاهم إنه ليش أنتوا بتلبسوها بس زهري لهاي البنت. Hey, so you've come to my house to complain about my baby wearing pink. I was just asking really why you keep putting her in pink and not other colours. Well, traditionally girls often wear pink. Well, I think you'll find that was back in the day. I don't think it's today. I think you can wear any colour you want now. Well, no, you can. She has other like clothes as well, but her favourite colour is pink. Well, I've only ever seen her in pink, and I think that's not allowing her to have freedom of what, what gender mean freedom? She wants to be. She's a baby. حرية لبنت صغيرة. البنت هاي عمرها سنتين. هو هلا بعد شوي بالفيديو بيحكي انها عمرها بس سنتين، وهي قاعده بتحكي كيف انه انت بس بتلبسها زهري، انت لو لبستها بس زهري هيك هي حينغسل مخها من هي وصغيره وتفكر حالها بنت. خالته اكيد راح تفكر حالها بنت لانه بنت. البنات بيلبسوا بالعاده هذا اللون. ببريطانيا انا بحس الوضع أسوأ حتى من أمريكا، هناك الكل مغسول مخه، موصلة لدرجة إنه بيتدخلوا حتى بالناس شو يلبسوا أولادهم. لو بتلبس بنتك أنت بس زهري هيك أنت عم تغسل مخها للبنت، ما عم تعطيها الحرية تختار الجنس يلي بدها إياه. مبين هاي المرة هيك وحيدة، ما عندها حدا بالحياة، ساكنة لحالها ولا حد بيحكيها، ما عندها أصحاب، ما عندها شيء، بتضلها على السوشيال ميديا والسوشيال ميديا غسلوا مخها، وجاي تفرض آرائها اللي ولا حدا بده يسمعها ولا أي إنسان بده يسمع أي رأي من آرائها، والوضع يعني واضح ليش ما حدا بده يسمع آرائها. فما لقت حدا من أصحابها لأنه أصلا ما عندها أصحاب، ما عندها زوج، ما عندها شيء هيك في الحياة، فاضية، راحت خلص تتدخل بمين؟ الجيران. الجيران فاضيين، خلينا نروح نتدخل فيهم. If she doesn't want to be a girl when she's older, she wants to be a transgender or whatever, then she'll have been dressed in pink and you would have confused her. So I think it's nicer to dress people in all different colours. I mean, she'd look beautifully in yellow, wouldn't she? Let's be honest. Well, yeah, she's wearing yellow now. Hey, baby. I hadn't seen she was sorry. But she's got pink trousers on with rainbows on. Now, I do like the rainbow. I definitely like the rainbows on her trousers. Now, that's good. Okay. But, okay. You know, okay. Firstly, yeah, you're wearing pink glasses, okay? I think you'll find these are mauve. Are you colourblind? Mauve. These are mauve. What colour are these, young lady? شو عم بصير بهذا الفيديو؟ ما بعرف. عن جد شو معاه؟ شو بدها؟ خالته شو بدك؟ طالعة بس هيك تضايق الناس من الفضاوة. خلي الناس تلبس طب شو ما بدها. انت شو بدك خالته؟ عارف يا خالته، عارف انك انت يعني متضايقة هلا انت كتير لانك ما عندك حدا تقعدي معه، ما عندك حدا تحكي له هاي الافكار تاعتك، بس ما ضروري يعني هيك تروحي عند جيران تفرضي عليهم هاي الافكار. يعني كنتي بتقدري بكل سهولة تضلك بالبيت وخلص، ما تفتحي هذا الموضوع، خليه بقلبك يعني لانه فاضي، يعني ما منه فايدة ابدا. لو حكيتي فيه ما حكيتي فيه الفاضي اخر اشي، يعني ما عم بتوعي انت حدا، ما في حد يعني راح يسمعك ويحكي اوه بتعرف خلص هبطل البس بنتي زهري علشان تختار هي الجنس اللي بدها اياه. خالته اتركي الناس بحالهم. Yeah, she says pink, but they're not pink. They are mauve glasses. Okay. So. And actually they're blue inside. So, a little bit of pink, mauve and blue. I've got all the colors, you see. ما عارفة عن شو عم تحكي، ما عارفة شو بدها. هيك صارت خلص تتناقش على لون نظاراتها شو، انه لا مو زهري لون نظاراتي، لانه هو حكى لها طيب ما انت لابسه نظارات زهري، لا هدول مو زهري، هدول بنفسجي وفي من جوا ازرق هيك. شو بدك خالته؟ ما عن شو عم تحكي خالته؟ والله ما حدا فاهم عليك شو انت بدك، مختله يمكن عقليا يعني انت، ما بعرف ليش طالعه تحكي بهذا الموضوع وعم بتناقشي كمان على لون نظاراتك.
شو بدك خالته؟ أنا شو عم بعمل؟ ليه عم بحضر هذا الفيديو؟ بدكوا تمنشنوني عليه؟ بدكوا ردة فعلي عليه؟ في كتير منشنات أنا شفتها مازن لازم تسوي ردة فعل عليه، لازم. هاي ردة فعلي، اتعذبوا معي يلا تعالوا نشوف تفاهات مع بعض. ما نحن كل يوم بنشوف تفاهات. يلا هي وقفت على اليوم، بس اليوم التفاهة الصراحة جدا قوية. يعني لهي المرحلة أطفال يختاروا جنس؟ ما هي الأطفال أصلا ما بيفكروا بهاي الأشياء. آه جنس زهري برتقالي، ما بيفكروا بهاي الأشياء الأطفال، خلاص بس بدهم يلعبوا هيك. سامعين أنتوا بنتوا كيف؟ ولا ببالها هاي الأشياء ولا جنس ولا شيء، هيك خلاص خليها تعيش البنت. I'm just a little bit baffled to like why you're actually here. Just asking why you keep dressing girl in pink. I think you should give her more choices of colour. Yeah, yeah, okay, yeah. But however I want to dress her, okay, yeah? The way how I parent her is nothing to do with you. Well, it is to do with me because I feel for people these days and I think they should have more choices of what colours they want to wear. But she's two. She's two. Well, don't think it matters. I don't need to teach her about all this. She what is right, I know, as in like, what is traditional is she's a girl. I'm a boy. Well, do you know, when I was a little girl, I wanted to be a boy because I wanted to wear those beautiful suits. I wanted to wear a bow tie and everything. And my mum used to put me in pink and I did really quite often. And I just find it's not good to... ما حد بيهتم لقصتك خالته. أنا آسف لازم أوقف الفيديو وأقطع كلامك. بس عن جد ما في حد بيهتم لقصتك. ما حد سألك أصلاً. ما بعرف مين سأل. ليش قعدتي تحكي القصة تاعتك؟ هاي هي القصة يعني؟ عشان هيك انتي رحتي تحكي لهذا لا تلبس بنتك زهري لانك انتي كنتي نفسك تكوني فوفو وانتي وصغيرة؟ يعني شو بدك؟ طيب خلاص كبرتي انتي، هلأ احنا شايفين عمرك هلأ 60، فانه خلاص اتركي الناس بحالهم، عيشي اخر حياتك بدون ما تضايقي الناس. روحي على تويتر، ممكن اكتبي الافكار هاي اللي عندك بتويتر. تويتر هناك بكيفوا على هاي الاشياء. صح كلامك 100%. اووووو هناك هيك كله اللي بتويتر LGBTQ هذا هو الووكنس، بيسموها ووكنس، بيسموها انه هذا الانسان الصاحي. عن جد على فكره هيك بيسموها الاجانب، ووكنس، انه اللي بيفكر بهاي الطريقه زيها هي. لا اعطي حريه للاطفال يختاروا الجنس اللي هم بدهم اياه، بيسموها الاجانب ووكنس. انا صاحي. وين الصحيان بالموضوع أخوي؟ أنت بالعكس مخك مسكر، أنت مو متقبل حقيقتك. يعني ما بتتقبل أنت لو خلص أنا خلقت رجال، لا يعني بدي أغير لأني أنا صاحي. مش صاحي أنت، أنت فوفو. ما في إشي تاني بيقدر يوصفك. We keep being put in pink because pink is for a girl. When she gets older, it could affect her. Why are you always dressing your girl in pink? Because it is 2023 and I thought now little girls could be dressed in blue, green. عن جد ما عارف شو، يعني ما في عندي ردة فعل، خلص تفاهة تفاهة بشكل مو طبيعي. في ناس ممكن اللي هم على أساس صاحيين الووك بيبل، هدول ممكن يكون عندهم ردة فعل تانية. بس أنا هيك ما في عندي ردة فعل، يعني غير إنه مثلا أروح الفيديو اللي بعده أحضر أبو مراد، ممكن هاي ردة فعلي تكون. خلاص هيك أوكي الفيديو اللي بعده أبو مراد. يا أخوان خلص حطيت الشغلة بعقلي، لازم نتجوز. لو إيش أي حد تاني صيفت نقعد عمر على البلكونة، بتجيب لي شاي، بتجيب لي قهوة، تعمل لي بتجيب لي موالح، تقعد معي هون. ارجع احضر فوفو بويز ابو مراد. ابو مراد شو بتحكي؟ كيف حطيت الشغله براسك؟ ما انت من زمان حاططها براسك وبتحكي لنا عليها، بالاسبوع بتحكي لنا عليها لهي القصه 7 مرات، كل يوم بتنزل فيديو بتحكي على نفس الموضوع انك بدك تتزوج. نعمل اشياء كثير حلوه، ناكل انا وياها، ننبسط انا وياها. هذا يا اخوان احلى ليله بالحياه. هذا الشيء يعني اخوان كثير انا بعيشه عن جد، يعني نسبة اللي بعيشه لازم أكون حالي أو لازم أسس حالي وأكون شخصيتي الحلوة. هذا الإشي أنا كتير بحبه فيي أو بحبه مرتي المستقبلية. هذا الإشي أنا كتير بتمناه بالحياة، بتمنى بالحياة بجيب ولد كتير حلو بسميه مراد، وأنا هيك بكون أبو مراد إن شاء الله. يا أبو مراد يا رب بتتزوج يا رب.
تتزوج يا أبو مراد وبتجيب ولد وبتسميه مراد وبتبطل تعمل هيك فيديوهات. بدي أعرف شو حيكون محتواك بس تتزوج أبو مراد، لأنك أنت دائما بتحكي عن نفس هاي القصة إنك بدك تتزوج وحلمي أتزوج وأنا فكرت من جديد خلص قررت إني بدي أتزوج، كل فيديوهاتك هيك كل يوم. فبس تتزوج شو راح يكون محتواك أبو مراد؟ ما تقعد تحكي لنا شو بصير بينك وبين مرتك أبو مراد، انتبه من هاي الشغلة. أوعى، أنا بحكي لك من هلأ بنبهك، بس تتزوج اللي بينك وبين مرتك مش تروح تحطه بالسوشال ميديا. خرامي بدهم المحتوى الجديد عشان يتفاعلوا، المحتوى الجديد والقوي القوي القوي والجديد الذي لم يعرض على التيك توك نهاية إن شاء الله السنة الجديدة، يعني مش السنة هاي، السنة الجديدة بإذن الله. أخرامي أنت كل سنة تحكي لنا نفس هذا الموضوع، إنه المحتوى الجديد على السنة الجديدة، كل سنة رسمياً تقدروا تروحوا فيديوهاتي القديمة. عملنا ردة فعل على الأخرامي نفس الكلام، كان يحكي محتواي الجديد حيبدأ ب 2023، إجوا 2023 ما بدأ المحتوى، هلأ بتحكي لنا على السنة الجديدة يعني ب 2024. هاي المرة أخرامي خليك أتكلامك وورجينا المحتوى الجديد اللي سبق ولم يعرض على التيك توك نهائياً. ضبط لنا الوضع أخرامي، خلينا نثق فيك، خلينا نشوفك قد كلمتك، إنك أنت حكيت المحتوى الجديد ب 2024 وخلص حتستثبت هذا الشيء وتجيب المحتوى الجديد ب 2024. هو صح إنك بتحكي أنت هذا الكلام من 2020، من 2020 وأنت بتحكي المحتوى الجديد ب 2021، إجا 2021 2022 وضليتك هيك لوصلنا لهاي المرحلة لهذا اليوم اللي أنا هلأ الفيديو اللي بسوي له ردة فعل. فهاي المرة اثبتني غلط أخرامي واسلخ محتوى جديد. بس أهم شيء يا أخرامي المحتوى الجديد ما بدنا يكون زي هيك. الحمد لله هيك، بس شفت الأخرامي وشفت أبو مراد اتغير مزاجي عن هداك الفيديو اللي بالبداية شفناه، التفاهة اللي شفناها بالبداية. فشكرا لكم يا أبو مراد وشكرا للأخرامي وشكرا على المنشنات يعني الحلوة اللي بتسووا لي إياها على الأخرامي وأبو مراد. وبس هذا هو الفيديو، لا تنسوا اللايك والسبسكرايب ونشوفكم على خير. فأمان الله.